خالتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. لعلك أثناء تصفحك لمواقع التواصل اليوم قد شاهدت هذا المنشور لطفل ينزع بدلته ليقي شقيقه الأصغر منه سنا من أشعة الشمس الحارقة، والتي أثارت ضجة كبيرة في الجزائر تناقلتها عدة صفحات عربية وحتى أجنبية، ما جعلها تصل إلى العالمية في أبهى صور الإيثار والمحبة. وكشف الجزائريون منذ قليل صورة الطفل حذيفة الذي ينحدر من بني ثور من ورقلة. حذيفة صار اليوم أشهر طفل في الجزائر رغم قيامه بشيء بدله عفوي وبسيط، إلا أن ذلك كان كافيا ليجعله محل إشادة ليست محلية بل عالمية وبشهادة أبرز النشطاء. فما عسانا إلى أن نقول له بارك الله فيك وفي من ربيك.